قبل أيام من ذكرى الثورة، ثورة 25 يناير، هيئة السكة الحديد النهاردة أعلنت عن وقف رحلتها من الوجه القبلي إلى القاهرة. القرار ده هيبتدي من بكرة الخميس. الهيئة أصدرت بيان قالت فيه إن القرار ده لوجود إصلاح لبعض الأعطال الفنية ولحين الإصلاح، يعني هيستمر تعطيل سير القطارات من الوجه القبلي للقاهرة لحين إصلاح هذه الأعطالات، وذلك حرصا على سلامة وأمان جمهور الركاب. لمعرفة التفاصيل أكثر معايا المهندس رشاد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا، مساء الخير باشمهندس. يعني هل ما أعلنتوه في البيان ده يعني هو الحقيقة كاملة؟ يعني في مصادر بتقول أنكم خايفين أو في مخاوف من يعني 25 يناير وما قد يحدث فيها من عنف؟ أبدا، ما فيش أي مفيش اي تخوفات خالص، لان بقيه الخطوط كلها شغاله، بدليل الخط الثاني بتاع ابني من القاهره لاسوان ده الثاني. ده حاجات فنيه ظهرت عندنا، وخوف على سلامه الركاب. احنا هنوقف الخط من المنيا لغايه القاهره، بس من المنيا لغايه القاهره، وجه محري وابني، يعني من المنيا لغايه القاهره. ايوه، انما القطارات اللي جايه من اسوان والاقصر وسوهاج تنتهي بالمنيا، تنتهي في المنيا بس، اما اللي من القاهره لاسوان ده شغال عادي ومفيش مشاكل فيه. تمام. طيب الناس اللي حجزت تذاكر من زمان هتعملوا فيهم ايه؟ اللي حجز تذاكر وهيستردها وياخد ثمنها، مفيش اي مشاكل. طيب في فتره معينه لاصلاح هذه الاعطال؟ يعني ان شاء الله كده، ومتوقع خلال يومين او ثلاثه بكثير، او يومين ونص ان شاء الله باذن الله. احنا مستعدين باذن الله نشتغل بالتوقيت ان احنا ما نتاخرش اكثر من كده. يعني اعمال الاصلاح هتستغرق يومين ثلاثه زي ما حضرتك تفضلت الان؟ تمام، بشكرك المهندس رشاد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة السكة الحديد.